ضرب الله ينقسم إلى قسمين: أن يظن بالله خيرا فيما يختص بنفسه أو يختص بغيره أو في هذا الكون، وهذا لابد أن يكون عليها أهل التوحيد والإيمان. أن يظن بالله غير الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، هذا ظن الكافر والمنافق فيما يختص بنفسه أو بغيره في هذا الكون. لابد أن تظن بالله خيرا فيما يختص بنفسك، ترضى بالقضاء والقدر، ولو رضيت بالقضاء والقدر فمن رضي له الرضا. بعض الناس هدان الله لا يرضى، يقول لماذا أنا وهذا كذا، ولماذا كذا وأنا كذا، ولماذا فلان يكون إمام المسجد النبوي، ولماذا الآن الجو حار والجو بارد. ليس لك إلا الرضا والتسليم. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في أول سورة القصص، في أول سورة القصص الله سبحانه وتعالى قدر أن فرعون يتسلط على من؟ على على بني إسرائيل، صح؟ يقتل أبناءهم قتل للذكور، ويستحي يعني يبقيهم للخدمة. قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. كيف؟ لأن التمكين ما يأتي إلا بعد هذا. كيف هم متابعين؟ نعم. قالوا: أوذينا من قبل أوذينا من قبل أن تأتينا بعد ما جئت. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا بد من الابتلاء أولا. إذن ترضى بالقضاء والقدر، من رضي فله الرضا. تتسخط، تعترض على القضاء والقدر، تقول لماذا كذا وأهل دولة كذا، لماذا يظلم ولماذا يعذب. من يرد الله به خيرا يصب منه. الله سبحانه وتعالى اختار أناسا للشهادة في أحد، في بدر أولا اختارهم الله، تمنى بعض الناس الشهادة، اختار الله سبحانه وتعالى أقواما لها أين؟ في أحد. ليس لنا إلا رضا والتسليم. عجبا لأمر المؤمن إن أمرهم كله خير. فليس لك إلا الرضا. أما تعترض وتقول والله أهل البلد الفلاني بحاجة إلى النصر، الله سبحانه وتعالى أرحب به منه. ماذا نصنع؟ ندعو، نبذل كل ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من استطاعة في نصرة هؤلاء في حدود الشرع ولا نخالف السلطان. هذا اللي نقدر عليه الآن، نقدر عليه، نستطيع بها. لكن اعلم أن هذا الابتلاء لهم كله كان خير ليس بشر. نعم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم نبي الأمة اختبئ في غار، يوسف عليه الصلاة والسلام يسجن بلا ذنب، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا أخواننا، نظرية لا متفهمها، قاعدة شرعية. الدنيا دار جزاء، صح؟ لا. لا، أنت عايش في الجنة الآن، كل واحد منا اليوم يبغى الدنيا جنة إلا من رحم الله. هذه ليست جنة يا أخي، هذه إيش؟ ها؟ دار ابتلاء، دار اختبار. لماذا تريدها جنة؟ ما تأتي جنة، تأتي ها؟ لا تأتي أبدا، لا تأتي، لا تكون جنة. هذه دار ابتلاء، دار عمل. جنة الله من فضله. فهذا الباب مهم جدا. اقتطع المؤلف محمد بن عبد الوهاب كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد عندما تكلم على ما حدث في أحد، وسرد الكلام، ثم ختم الكلام ابن القيم
كلام يوصل بماء الذهب والله. يقول في نهاية الكلام ابن القيم في هذا الباب يقول: ولو فتشت من فتشت، لو تفتش في الناس أكثر الناس ترى عنده تعنت، لماذا كذا ولماذا أنا لا أحصل لي كذا ولماذا حصل كذا ولماذا ضاعت الأموال لماذا حصل لماذا تأخرت، صح؟ تعنت وملامة للقدر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظم، وإلا فإني لا أخالك ناجي، لا أظنك تنجو من هذا. هذا المرض، ما هو المرض؟ ظن السوء. ما هو العلاج؟ انتبه وطبق. يمكن البعض أول مرة يسمع هذا الكلام من ابن القيم. العلاج يعتني اللبيب الناصح بهذا الباب عناية فارغة، وليتب إلى ربه، تتوب ويستغفر ويظن بالله ظن الحق، وتظن بنفسك السوء. غريبة، تظن بنفسك السوء. ايش تقول؟ وقل يا نفس مأوى كل سوء، وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل. يقول: وظن بنفسك السوء تجدها. إذا تظن بنفسك السوء، يقول تمشي نفسك على الصراط المستقيم. غريب، ظالم صح؟ ظالم؟ نعم، ظالم ونص. إيش تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صحيح؟ ظالم، متعدي، مذنب، مفرط، صح؟ أي نعم. كيف أنت شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام كان يرى أنه مذنب ومقصر. الله المستعان. قال: وظن بنفسك السوء. إذا ظننت بنفسك السوء، يقول تجدها كذاك تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل. خير ما في منك خير، ما في منك خير، يقول هذا ابن القيم، وخيرها كالمستحيل، خير مو منك. وكل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. وقل يا نفس مأوى كل سوء أترك الخير من ميت بخيل. هذا العلاج. تستطيع؟ صعب. صعب تقول أنا مجرم، أنا ظالم، أنا مقصر، أنا ممكن ما تستطيع. لكن هذا كل ما بك من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وأمر بالمعروف وصلاة وصيام فتلك مواهب الرب الشريف. صح؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صح؟ أي نعم. في منكر القدر يعني الكفر الأكبر المخرج من الملة، من ينكر القضاء والقدر كفر أكبر، أنكر ركن من أركان الإيمان. في القصة في الحديث هنا تنبيهات، منها أن الشبه إذا وقعت صعب أن تخرج إلا إن شاء الله. صح؟ قال: فحدثني بشيء. أول بدعة، أول البدعة ظهورا بدعة القدرية. تسمع كلمة واحدة تعلق لديك لا تخرج، هذه مشكلة. ولهذا كان بعض السلف الأئمة إذا مر برجل من أهل الباطل، من أهل الباطل يضع أصبعين في الأذنين، يقول اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة. والبعض كان يقول امسك الشمس، يعني لو استطعت أن تمسك الشمس أسمع منك، أنا لا أسمع. كيف نطالع يا أخواننا الباطل؟ القضاء والقدر له مراتب أربع: علم وكتابة ومشيئة وخلق. تؤمن وتحسن الظن في الله تعالى. قال: فحدثني بشيء. جاء للأول والثاني والثالث، كل واحد يذكر له ماذا؟ علاج الشبهة. هو يذكر الشبهة، وهؤلاء الثلاثة يعالج الشبهة بماذا؟ بأن يسند الكلام إلى الكتاب والسنة،
إذن دفع الشبهة ما يكون بالاستهزاء وباللعب وبال... لا يكون بماذا؟ بالكتاب والسنة. وهو دخلت عنده الشبهة ولا يريد الشبهة، قال فحدثني بشيء وما أنكر القضاء والقدر. نعم. باب ما جاء في المصورين، هذا الباب له علاقة بالفقه لأن التصوير حكم فقهي، والله أعلم أن الأخ يطالع غير كتاب التوحيد، صح ولا لا؟ سبحان الله. التصوير ما يأتي عندنا في زاد المستقنع في كتب الفقهاء، صحيح؟ والصلاة في الصورة وكذا، نعم هذا خطأ. ما علاقة التصوير بكتاب التوحيد؟ ليس له علاقة، خطأ بعد المسلم. نعم لأن التصوير خلق وإبداع وتعدي على جانب الربوبية. أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام صوروا تماثيلهم. طيب الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول تصوير المحاضرات في لها نفع، تصور المحاضرة، أما السيلفي وهذه الأشياء ابتعد عنها، ابتعد عن التصوير. تصوير اللصوص المجرمين، تصوير جواز السفر، البطاقة الشخصية، تصوير ما لا روح فيه، أشجار وأنهار والمساجد مثلا، ما لا إشكال في هذا. طيب النظر اقتناء الصور، الصورة إذا كانت في البيت مفتوحة ما يمكن، لا تدخل الملائكة، وأمرنا بطمس الصور. كيف يطمسها؟ سهل جدا، الآن حليب مثلا عليه بقرة، تضع السعر لصق عليه، تأخذ أجر، تعلم الأولاد طمس الصورة إذا كانت صورة بماذا؟ بإزالة معالم الوجه. تمثال، وهذا عنده صقر في البيت، تمثال لازم يكسر الرأس، تمثال لابد من كسر الرأس، أما يضع حفرة أو خط لا، هذا لا يصلح. عقوبة المصور يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله خمس، أنه في النار وملعون نسأل الله السلامة، ويكلف أن ينفخ فيها روح ليس بنافخ، يجعل له بكل صورة نفسا يعذب بها المصور يوم القيامة، وأشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا. عقوبة واحدة تكفي أن تجعل التصوير كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف، أيضا هذا الباب له علاقة بالفقه، لكن ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أن كثرة الحلف تدل أنه ليس في قلب الحالف شيئا من تعظيم الله، أن تعظيم الله يقتضي نخاف من الحلف بالله. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن حفظ اليمين له مراتب أربعة، الأول لا تحلف، الثاني إذا حلفت فيه، الثالث إذا لم تفي تكفر، يعني حفظ اليمين ابتداء وسطا وانتهاء، والرابع لا تحلف إلا بالله مرة أخرى. ابتداء لا تحلف أبدا إلا عند الضرورة والحاجة، الثاني إذا حلف تفي، تحرص أن تفي بيمينك، إذا لم تفي تخرج كفارة اليمين، أخراج الكفارة دليل على حفظ اليمين، وتحفظ اليمين بأن لا تحلف إلا بالله. نعم.